دكتور مجد ناجي أن يكون من يرتجل أول كلمة في هذا المؤتمر الصحفي، فليتفضل. شكرا. بالحقيقة أنا لما باجي على مركز راشد ما بكتب كلمات، لأنه مركز راشد معودنا دائما أنه مثل ما قال صديقي أنه نرتجل، لأنه لما باجي لهون بحس حالي أنه على طبيعتي، يمكن أكثر مكان بحس في حالي أنه على طبيعتي هو مركز راشد. وعادة لما بزور مركز راشد ما بقول احنا جايين ندعم مركز راشد، مركز راشد عادة هو اللي بدعمنا. لما بنيجي هون بنحس بطاقة إيجابية جدا كبيرة، أكيد أنتوا كلكم لما بتزوروه بتحسوا بنفس الشيء. ومركز راشد في شغلة حلوة اللي هو أنه بيختصر دبي في هالمركز الصغير هذا، بيختصر دبي أنه مركز للميديا، دائما هالوجوه الحلوة هاي وممثلين الوسائل الإعلام بيكونوا موجودين بمركز راشد مثل ما هم دائما موجودين في دبي. بيختصر الكرم مثل ما هو موجود في دبي، بيختصر الفرح مثل ما هو موجود في دبي. فمشاركتنا اليوم ورعايتنا لملتقى دبي التشكيل الدولي، وبشرفنا نكون مع ساعات زينت ومع قناة CNBC طبعا، شرف لنا لأطباء عيادة ليبرتي ولكل العاملين بعيادة ليبرتي لطب الأسنان. وبتمنى أنه هالملتقى هذا مثل ما حكت مدام مريم أنه يظهر لوحات حلوة، يظهر فرح ويظهر ابتسامات حلوة نقدر نشارك في رسمها على وجوه أطفال مركز راشد. شكرا لكم.